الامتحانات كلمة مقترنة بتوتر جميع أفراد الأسرة، فمع بدايتها يحاول أولياء الأمور توفير الجو المناسب لأبنائهم بهدف تحصيل أكبر كم ممكن من المواد الدراسية. الطالب أثناء فترة الامتحانات بيبقى متوتر وبتبقى أعصابه مشدودة وبيبقى عنده انفعالات نتيجة لأنه هو عايز يذاكر، عايز يراجع، بيحس دايما إن هو مش ملاحق، فده بيجيب له صداع، بيجيب له توتر في جهازه الهضمي، بيحس بتقلصات في القولون، إن الانتفاخات، بيحس إن الأكل ما بيتهضمش كويس، دماغه دايما بتوجعه، دماغه مصدعة، مش عارف يركز كويس. فده بيقلقه جدا جدا لان هو عايز يذاكر حاجات كتيره ويراجعها ويخلص على اتم وقت علشان خاطر الامتحانات. بالتاكيد السهر بيزيد حده التوتر لان المفروض ان هو الطالب يصحى بدري وينام بدري، لان من حكمه ربنا ان هو المخ بيفرز ماده اللي هي اسمها الميلاتونين، دي بتخلص الجسم من كل السموم والافرازات اللي بيفرزها الجسم طول اليوم مش مرغوب فيها. فالجسم المخ بيفرزها من الساعه 12 للساعه 4 بالليل. فمعنى كده ان الطالب لازم يكون نايم نوم عميق، مغمض عينيه كويس، مفيش اي اضاءه حواليه او اي دوشه علشان المخ يقدر يفرز الماده دي. لو هو عكس يومه ونام بالنهار وصحي بالليل، المخ ما بيفرزش الماده دي الصبحيه. فمعنى كده ان هو دايما هيحس بارهاق وتعب وان هو جسمه بيوجعه وان هو كانه ما نامش وبيحس بسواد تحت عينيه ومش عارف يركز كويس. البني ادم الطبيعي بينام من 7-9 ساعات. فعشان كده بنقول ان النوم 8 ساعات، لو هو نام الكميه الساعات ده هي بالليل كلها ما بيحتاجش الا ان هو يريح بس الظهر شويه بعد الغداء. انما لو هو مثلا نايم 6 ساعات مثلا او 5 ساعات بيحتاج ان هو يعوض ساعات الفرق اللي هي الظهريه. فما فيش مشكله ابدا ان هو ينام شويه يرتاح فيهم، يقسم اليوم بتاعه او يستريح على حسب ما احتياجه للنوم وبعدين يكمل نص اليوم الثاني بتاعه. اولا لازم الام تهتم بالايه ايام الامتحانات بالحاجات اللي فيها فيتامين الف كتير، يعني مثلا الجزر، البنجر، الحاجات اللي فيها الملونه دي بتساعده على التركيز. كمان الاسماك بتساعد على التركيز كويس. الغذاء الاساسي بالنسبه للمخ هو السكر، فالطالب وهو بيذاكر تديله عصاير، تديله عصاير تقوم العصاير السكر اللي في العصير ده هو هيطلع على يغذي مخه على طول. كمان الام لازم تهتم ان الطالب ما يبقاش عنده انيميا، لان الانيميا بتقلل من التركيز. الهيموجلوبين لما بيقل، الهيموجلوبين ده هو اللي بيطلع هو اللي بيشيل الاكسجين وبيشيل الغذاء ويغذي الجسم كله بما فيهم المخ. فهو لما الهيموجلوبين بيقل معنى كده ان التغذيه بتاعت المخ ما بتبقاش سليمه. فهي تحافظ دايما تعد الطالب من قبل فتره الامتحانات بانها تاكله الاكل اللي فيه بروتينات كويسه وفيه حديد كويس، وتساعده كمان بالراس الحديد علشان خاطر تعالج اي انيميا موجوده عنده، يقوم يساعد ده على ان هو يركز كويس. هو ياكل الصبح مثلا لو هو مش عايز ياكل، والدته تعمل له مثلا كاسه بليله باللبن. البليله ده هي فيها القمح ده مفيد، اللبن مفيد، والسكر مفيد. فهي دي هتلاقيها ان هي كلها كويس ومش متضايق منها. ممكن ان هو ياكل بيضايه مسلوقه مثلا مع كوبايه لبن لو هو برده ملوش نفس ياكل كتير. ممكن ان هو ياكل شويه فول مثلا مع حته جبنه مع ربع رغيف مثلا. وبيفضل دايما العيش البلدي اول حاجه وبعدين يجي بعديه بقى الشم والفول. منتجات الالبان مهمه ان هو ياكلها الصبحيه، يا ريت لو ياخد معلقه عسل ابيض يسكر بيها اللبن او يسكر بيها البليله، او ياكل كوبايه زبادي ويسكرها بالعسل، دي هتديله طاقه وفي نفس الوقت هتديله مناعه. بالنسبه للغدا طبعا الخضار والسلطه من الحاجات المهمه جدا لانها فيها مضادات اكسده، فيها فيتامينات ومعادن املاح معدنيه مفيده للجسم. بعد كده البروتينات، يدخل على البروتينات وبعدين يخلي النشويات في الاخر، لان النشويات هو قاعد
بيتحركش كتير، فمش عايزين وزنه يزيد، وفي نفس الوقت النشويات والدهنيات بتخلي المعدة تتملي، تبقى تاخد وقت عبال ما بتتهضم، فدي بتضايقه في التحديد. الشوكولاتة من الحاجات اللي أنا ما بنصحش بيها الصبح خالص. ليه؟ لأن الشوكولاتة من الحاجات اللي هي بتزود الجلوكوز قوي في الدم، وبعدين يضطر الجسم يفرز انسولين بكميه كبيره، فيقوم يقلل، فنسبه السكريات في الدم تقل، لانه بيحرق السكر ده كله فتره قليله. اكلات الام لازم تاخد بالها منها فيها بتزود التوتر، وفي اكلات ثانيه بتهدي. الحاجات اللي بتهدي هي الحاجات اللي هي فيها الكالسيوم، لان الكالسيوم ده بيهدي الاعصاب، بيهدي العضلات، يعني الالبان ومنتجات الالبان. في كمان الحاجات اللي هي فيها الاسماك، فيها يعني لازم تاخد بالها انها ما تديش للطفل بتاعها ايام الامتحانات المنبهات الكتير. المنبهات دي بتنشط الجهاز العصبي، الحاجات اللي فيها كافيين كتير، اللي فيها كولا او فيها الشاي والنسكافيه والقهوه، لان دايما هما بيحبوا الطلبه يكتروا من الحاجات دي ايام الامتحانات. فالام لازم تاخد بالها انها تدي تبدلها بالعصاير، وتبدلها بمنتجات الالبان، بتبقى افيد للطلبه جدا من ان هي تديهم الحاجات اللي فيها منبه. بيستحسن طبعا ان العصاير ما تبقاش فيها مواد حافظه، فتبقى طبيعيه، لان بتبقى افيد وفايدتها احسن وضررها بالنسبه للسمنه اقل، لان العصاير الطبيعيه ما بتبقاش فيها سكر كتير، وبتبقى سكرها طبيعي، فبتبقى مفيده اكتر للصحه، وبتبقى ما بتزودش الوزن زي العصاير الصغيرة. فدايما ننصح الطلبة ان هم لما يسهروا ما يسهروش بعد الساعة 12 واحدة بالليل، ويصحوا بدري ويذاكروا بالنهار ويناموا بالليل. احنا بنديله قرص، يعني راس مثلا، المكملات الغذائية على هيئة الراس، بنديله مثلا فيتامين ألف، بنديله فيتامين ب على هيئة خميرة، راس خميرة أو على هيئة راس فيتامين ب، وبنديله راس حديد. فممكن جدا لو هو محتاج الحاجات دهية، طبعا بس ده تحت اشراف الطبيب، يعني الام ما تقدرش تدي الحاجات دي غير لما الدكتور يلاقي ان هو محتاجها فعلا. فيوسف خالص.